هذا وكشف المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا فيردريك ديناسو من الجزائر عن إجراء مباحثات فرنسية مع الأطراف وشركاء ليبيين حول كيفية تنفيذ نتائج اجتماع باريس الذي عقد في 29 من مايو الماضي. وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، قال ديسانيو عقب لقائه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أن النتائج التي أفضى إليها اجتماع باريس يجب تجسيدها الذي يجب القيام به مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين ومجمل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية وفي مقدمتهم الجزائر وفرنسا.